مشكلة قديمة جديدة استفحلت مع مرور الزمن رغم حملات التوعية. تدخين طلاب المدارس ظاهرة طالت كافة المراحل حتى توطنت واستوطنت. الذكور اللي جربوا التدخين بس جربوا التدخين أكثر من 45%، اللي يدخنون فعلا تقريبا 34-35%، نسبة عالية بالنسبة للنساء. اللي جربوا التدخين هم نسبة عالية أكثر من 20% تقريبا، اللي يدخنون فعلا 18%. فالبنات في المدارس نسبتهم عالية جدا، لأن احنا عندنا إحصائية مالت المجتمع الكويتي، البنات أو النساء 2%-3% فقط. وتبقى أسباب تفشي الظاهرة كثيرة، تتباين بين حب إثبات الذات والتقليد الأعمى وقلة الوعي والرقابة، وخلف الستار عوامل أخرى أكثر تأثيراً وخطورة. 50% يدخنون في الأسرة، فلذلك ينعكس على الأولاد. هذا جميع المدمنين بدأوا بالتدخين. أزيدك كذلك، كثير من الذين أقلعوا عن الإدمان، وأنا أعرفهم في جمعية بشار الخير، أقلعوا عن الإدمان ولكن ما استطاعوا يقلعوا عن التدخين. الصحة المدرسية بادية تضع بروتوكول وفي أنشطة، ولكن طبعا الأنشطة يعني دون المستوى، وتحتاج دعم جدا من وزارة الصحة، من وزارة التربية، بحيث أن الطالب تكون فيه عنده إجراءات وقائية منذ الابتدائي. وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، فإن نسبة وفيات التدخين تبلغ 6 ملايين نسمة سنويا في العالم، مقارنة بوفيات حوادث الطرق التي لا تتجاوز 1.25 مليون في السنة، معادلة تدق ناقوس خطر طال صحة وسلامة ثروة الحاضر والمستقبل. زهراء الكاظمي، لتلفزيون المجلس.